دقت الباب على جيرانهم، قالت له يابا انا ولدي بالسجن وانا رايحه وعينك على البيت بيبس الجهال والبنات. قالها وانت وين رايحه؟ قالت له رايحه لموسى ابن جعفر. قالها شو تسوي لموسى ابن جعفر؟ قالت له غير ان خاي طلع الولد. قالها يابا هو موسى ابن جعفر قضى عمره بالسجن ومات بالسجن، ما عنده هاي الامكانيه يطلع هاي الناس. قالت له انا رايحه ونشوف. قالها نشوف وسد الباب بوجهها. مشت الموسى ابن جعفر ايش قالت؟ قالت لي الماكو على بابك واحد ديتان صار زماط بيني وبين جيراني. يا الماكو على بابك واحد ديتاني صار زماط بيني وبين جيراني، لو هو العبر بزماطة لو انا والشام تغادم تانيني. جيتك يا ابو طلبة ودمعت بخدي او تبين حجاي تلحق عدة لو عدي. نذر هذا علي لو طلعت ولدي اخدم لك انا وبزريتي. مهضومة صحيحة وللولد حنيت، مهضومة صحيحة وللولد حنيت. واريد اثبت الشامت وقفت اهل البيت، لو ما ادري تقضي الحاجة كان باجيت، بس انا اشهد لك تقضيها. من طلبت طلبها مرادها الطاها بعدها بالصحن والولد فوقاها. من طلبت طلبها مرادها الطاها بعدها بالصحن والولد فوقاها. ترى بموسى ابن جعفر حقنا نتباهى، ما رجع واحد دق بابه. وقالت له انعم الله يا موسى ابن جعفر انعم الله. وقالت لنعم الله النوب عد حساب راح ارجع ذاك السد علي الباب. وقالت لنعم الله النوب عد حساب راح ارجع ذاك السد علي الباب. وقل له من نطيح بشدة عندنا احباب ما يوم بشدة يعوفونه.